بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه. تنشكروا الإعلام على التغطية ديالهم لهذا النشاط. احنا اليوم في دار الشباب، بغينا ندير واحد الانطلاقة ديال دار الشباب جماعة تنزرت، ونتعرف اللي حضر واحد المجموعة ديال المجتمع المدني وجمعية شباب تنزرت والفاعلين الجمعويين والساكنة وكذلك التلاميذ ثانويات وإعدادية تنزرت وأعضاء المجلس الجماعي اللي تنزرت والسلطات المحلية، السيد القائد والسيد رئيس الدائرة والأرشيتكت المهندس ومكتب الدراسات والمقاول. هذا المشروع اللي غادي يتقام بواحد الكلفة ديال هذا المشروع 225 مليون سنتيم، واللي مولته هي وزارة الشباب والرياضة، اللي هو متبع السيد المدير الإقليمي بطلب من جماعة تنزرت، وحسب الزيارة الأخيرة للسيد الوزير آنذاك العالمي. وهذا كما قال السيد المدير الإقليمي، هذا المشروع هذا هاد دار الطالب، أول دار الطالب في عالم القاري في المغرب، وحنا فرحانين. والدليل هو أن جميع تشوفوا أن واحد العدد ديال الشباب والشابات والساكنة جاو فرحوا بهذا الانطلاقة ديال هذا المشروع. نتمنوا أنه يكون مشروع لفائدة الشباب والشابات جماعة تنزرت وجماعة المجاورة. والمجلس الجامعي أعطى واحد الأهمية قصوى لهذا الشباب، سواء في التعليم، لأن جامعة تنزرت بدأت التعليم الأولي من 2004 وقامت باقتناء سيارة النقل وكذلك الحافلة كار اللي جبنا من بوردو، وبناء إعدادية تنزرت وكذلك الثانوية التأهيلية اللي سيل الحمد لله دروك هذا الأخير جات الموافقة باش تترقل من إعدادية إلى ثانوية. وكذلك دار الطالب في مواصفات تقريبا في مواصفات عالمية، وحنا اليوم خدامين في التوسيع ديال دار الطالب والطالبة كذلك، راه البناء غادي. وكذلك الملاعب القرب، عندنا واحد المجموعه ديال ملاعب القرب اللي ان شاء الله اسمو اللي قراتو برمجته وزاره الشباب والرياضه. وكذلك احنا تنفكروا ان شاء الله باش يكون واحد الملعب ديال القطب على صعيد القطب، اللي غيكون اكبر ملعب، وذلك باش الشباب ديالنا يتعطوا للرياضه ويتعطوا، لان الرياضه وهذا الشباب وهذا المرفق ديال دار الشباب غيكون فيه واحد العدد ديال الانشطه، بما فيها التعليم الاولي، بما فيها النشاط الرياضي، بما فيها قاعات الاعلاميات والموسيقى، واحد العدد ديال الامور اللي غادي تكون ان شاء الله بدايه خير لشبيبات وشباب تنزرت وجماعه المجاوره.